سحف طبيعية تشكلت من ترسبات كلسية بمحاذاة أحد السواحل بولاية جيجل. المغارات العجيبة بزيامة منصورية، واحدة من مصنفات حظيرة تازا ضمن المحميات الطبيعية الهامة، بالنظر لأشكال ومجسمات مختلفة اكتشفت قبل أكثر من قرن، ترحل بكل زائر لها إلى عالم الخيال. هذه المغارة تمتاز بدرجة الحرارة ثابتة 18 درجة على طول السنة، ودرجة طول ديميديتي من 60 إلى 80 سنويا. هذه المغارة تستقطب عدد السواح لاباس به، إذ يعتبر يصل إلى تقريبا 98 ألف سائح سنويا لمدة شهرين. الوافد إلى الكورنيش الجيجلي يجد تنوعاً سياحياً بالنظر لخصوصية الولاية التي تجمع بين سياحة غابية وأخرى شاطئية، بالإضافة لمناظر طبيعية خلابة تأسر قلوب الزائرين. ولاية جيجل تمتاز بمكونات سياحية طبيعية هائلة، خاصة بين الساحل، بين البحر والجبل، وهذه يعني الصفة هذه والميزة هذه قليلة شوية في بعض الولايات الساحلية. زدنا أضفنا 6 شواطئ جديدة، وأصبح عدد الشواطئ 33 شاطئ. كل هذا من أجل أريحية، ومن أجل يعني باش المصطفين يجيو لها الولاية هذه ويلقاو الراحة التامة. بشاطئ العوان غرب الولاية تتواجد جزيرة تدعى جزيرة الأحلام، مما جعل الشاطئ مقصداً لمحبي استكشاف مثل هذه الأماكن. يقول لك يروح لتما ويتمنى عفسه، سماها جزيرة الأحلام، سمت على هذا على أساس هذا الاسم سماوها. وهم ينطوا يروحوا ليها الناس بالفلايك، تكري فلوكي يديك يحطك لتما، تعقب جورنية تاعك العشية، تعيط له في تليفون يجي يخرجك. الحمد لله تجوز، ولا بلي بار الناس اللي يروحوا يعجبهم الحال ويعاودوا يولوا يديك 100,000 يحطك جورنية كومبلي. شاطئ ابن بلعيد شرق الولاية واحد من الشواطئ التي تعرف إقبالا معتبرا للمصطافين، خاصة من الولاية الداخلية، أين يستمتع هؤلاء بزرقة البحر وسط أجواء عائلية. يا خويا واش نقول لك، لابلاج ما شاء الله يجيو كاع لي فامي، بلاصة تاعهم فامي، بلاصه بيان، نجيو كل يوم ليها، الانسان يلقى راحته فيها بيان الحمد لله. كما نقولوا الريح فيها باسكو مبكري وانا نشتي البلاصه هذه، كالم تاع عائلات محروسه، فيها لي بومبي اش 24، لا بريغاد الدرك الوطني، هاك تشوف العائلات الله يبارك، مام البلاصات حاشا الله. هنا اذا بولايه جيجل، حيث ترسم الطبيعه ابهى حله لها وسط تنوع سياحي بامتياز، وكأنها توجه دعوة لمن يريد قضاء عطلة صيفية.